أنت اجيت لهون ولعبت على مرتي، هاد يلي عملته، وبالآخر رح تيجي مرتي لهون ورح خليها تخبرني شو عملت، وقت رح حاسبك. خلص ويلي بيك حاسبني، بس اسكت دقيقتين بس. ما رح اسكت وما رح اسكت، أنت ضايقت لمرتي وما رح اتركك ترتاح ولا شوي. هاد هو ويلي؟ هو اجى لهون يعني؟ مين بدك تزعج سيد ويلي؟ قلي نوران؟ سلطانة؟ تعالي لا تضلي واقفة. قلي شو عم تعمل هون؟ هدول النصابين اجوا ليزعجوكي، ولما سمعت هالشي جيت فورا لهون، ما بسمح لهم يأذوكي. شو بدهم يعملوا يعني؟ بس لعبنا جولف سوا، يعني باريش بيكون ابن اختها لجاهدة، اجا مع خطيبته وقعدنا وحكينا. مين خطيبته مين؟ شو؟ لمين هي خطيبة مديرنا؟ أنا تيو شبهك؟ بعدين بشرح لك. أوه شو يا محامي؟ شو طلعت خاطب بالأخير يعني؟ خلونا نحل الموضوع هلأ بما أنه الكل صار موجود، ما بيصير تضلك تعاند. إيه سيد ويلي، شو عم تعمل أنت؟ ها؟ معقول تطلع هالناس من بيوتهم بالقوة؟ معقول هيك صرت؟ ما فهمت، عم شو سمعتي يعني؟ مين بيعرف شو بيكون قالوا لك؟ حفرتوا حفرة من ورا ظهري وخربتوا زواجي كمان. تركون كرمال الله، مو هنن يلي دمروا زواجك، بس انت واحد نسونجي. شو هالحكي نوران؟ شو شفتي مني ليش؟ الله يسامحك. لا الله يسامحك إلك سيد ويلي، خربت الدنيا وانت تقول خرستي، لا تخليني احكي، رح اسكت. ضربتك بعصاي على راسك وما عقلت. شو؟ تفو الله يلعنك بس. والبنت لساتها صغيرة، قال أنا كنت عم فكر أرجع لك، بس ما رح تصير زلمة وما رح تعقل أبداً. يعني عن جد كنت عم بتفكر ترجعي لي يا نوران؟ وهدول أجوا وخربوا كل شيء مو هيك؟ أساساً رح أحرقكم كلكم، تعالي عدي. تركني تركني لا تلمسني، لا تلمسني، قلت لا برجع رح أصلي إذا ما بتبعدها. لا تكتش عني، ما رح أرجع لك، عم تفهم؟ خلينا نروح أصلي. روق شوي بس، روق طلع من حياتي بقى، ما عاد بدي إياك أبداً. خلص عم قلك بعد عني، لا يعني عن جد ما بدي بضل عوالي. والله سيد ولي، عم تمسك لي إيدي؟ يلا عم قلك بعد عني شو ما عم يا جماعه مو هيك، طولوا بالكم شوي. ايه خلص روح بقى من ما بصير اشوفك عصبتني، طول بالك يعني. شفت مو هيك؟ ابسط خطا لك هو اختيارك للتجسس، خرب الدنيا كله، تخربط وانتزع. هي فضيحه، انا من زمان جاسوسه، ما عملت ولا مشكله لهلا. صح كلامك، ما قدرت ركز لانه انشغلت بنوبه غيره كبيره. قصدك انه انا غرت؟ من شو بدي غار ومن مين بدي غار؟ قال غرت، قال تخيلوا. انا كبيت عصير الكرز على إيلايدا. منجيب بوشار يا ترى، كتير في حماس. لا لا بتروح علينا، استني شوي. صح نحن باكتر مشهد مهم، كيف رح نصلح الموضوع هلا؟ وما اخذنا الوراق من المرة. ايه اصلي معك حق يا بنت، وفوق هيك خسرنا الوكالات كلها. ما رح نتراجع عن قضية الاملاك، هي مهمتكن يا بنات، لازم تقنعوا اهل الحارة، ما بصير يسحبوا وكالاتهم. بس باريش بيك، الزلمة قال جاكوزي وبيت زكي وما بعرف شو، كرمال هيك شد الناس لطرفه. يعني شو منعمل؟ شو نعطي للناس مقابل هالشي؟ الحقيقة لا، برأيي ما رح يشوفوا الحقيقة قبل ما يقلعوهم من بيوتهم. ضحكوا على الكل بطريقة ذكية. خلص أنا بحكي معه لكان، بحاول أقنعهم. يا الله استنوا يا بنات، تيو بيروح معكم. تمام تمام. تيو عنا مشكلة كبيرة، إيمري حاطط أصلي براسه. انتبهت لهالشي وكأنه ما بيقبل الخسارة أبدا. اللي شو بعمل هلأ؟ بخبي سراج الليل لحتى يتسكر الموضوع؟ على أساس هي بتقبل بهالشي؟ اي ما اقتنعت أنه تترك التاكسي. بصراحة ما كان الوقت مناسب لهذا الحكي، ليش تقلة تترك؟ أوه تيو اضغط علي كمان أنت. يلا لا مو قصدي هيك بحكي، بس شو رأيك نرجعها لعنا؟ هاي لعبة أولاد يعني، أساساً ما رح تقبل بهالشي. أنا بعرفها لأصلي. ما بعرف. أوف يا بنت. شو؟ والله بيته كتير حلو، انصدمت والله. عن شو عم يحكوا؟
أكيد عم يخبره عن إمري. حطه براسه. طبعاً رح يحطه. على أساس ما غرتي من إلايدا. أساساً شو عملتي يا بنت؟ كيف تحملتي تشوفيهم كل اليوم قدامك وهنن بهالوضع؟ يا ربي شو دخلني فيهم أنا؟ أبداً ما بيهمني يلي صار. إيه طبعاً. معقول لهلأ ما خلصوا؟ تيو إذا ما بدك تجي لنروح. يلا دقيقة بس. برأيي طالما إنه هالقضية مكملة فسراج الليل معنا، وطالما أنت موجود إمري بيخاف. إيه صح، وأنا عم فكر هيك، وبعدين منفكر شو منعمل. يلا بلا ما تتأخر. اسمعني شوي، عم فكر أنت إلا حارتهم، هيك منرتاح كلنا. سكون قدام بيت جول بالضبط لحتى أخوة يقدر يضربك منيح. لا لا روقنا الوضع، يعني حسيته روق شوي بفضل ولي. والله أنا وصلت لمرحلة رح أقول عنه كتير منيح لهالزلمة. يلا تيو يلا. يلا مع السلامة. إلايدا؟ منيحة أنتي؟ ماني منيحة باريش، ماني منيحة. قليلي شو صاير؟ طيب ما رح تقلي تفضلي؟ آه تفضلي تفضلي عفوا. ليك باريش قلي شي حلو. كيف يعني شي حلو؟ أي شي حلو بخصوصي أنا وإياك. تمام، أنت محامية شاطرة، يعني حتى لو ما منتفق بس. باريش محاماة؟ محاماة شو هي؟ شي بخصوصنا أنت وأنا. رح روح جيب شي نشربه. أنا ليش ما باخد اللي بيستاهله؟ يعني شو الغلط اللي بعمله؟ ليك باريش كتير صعب إنه حاكيك بهيك موضوع، بس صدقني أنا هي أول مرة بحتاج مساعدة. ومين قالك إنه كل شي بدك إياه لازم تاخدي؟ لا باريش مو كل شي، قصدي اللي بيستاهله لازم يكون إلي. عم تسألي أسئلة صعبة ما بعرف جوابها، تعي نطلع لبرا أحسن. طيب باريش بس قلي ليش؟ لأنه المشاعر ما فينا نشتريها أبداً ست إلايدا، هذا السبب. أنت عارفان شو عم تحكي باريش؟ برأيي إنه الست نوران معها حق، صدقني نحن أخلقنا لنكون لبعض، ليش ما عم تتقبل هالشي؟ لأنه أنا ما بحبك. مانك مجبور إنك تحبني. على فكرة بابا وماما ما كانوا بيحبوا بعض، ولا حتى أبوك وأمك. باريش حبي أنا بكفينا نحن الاثنين. أنت غلطانة إلايدا، أمي كانت تحب أبي مثل المجنونة، وهذا الشيء اللي وصلهم لهون أساساً. إذا كان الحب من طرف واحد بالعلاقة فنهايته رح تكون سيئة. تراجعي بقى. ما رح أتراجع لأنه شايفة أنت الغلطان، وأكيد رح يجي يوم وتعرف هالشي. Thank you.
صباح الخير باريش بيك. صباح النور شيرين. أصلي إجيت؟ لسه ما إجيت، بس هكان إجا وهو جوا، يعني هو عم يشتغل هلأ. برافو عليكي. يعطيك العافية. أهلين، صباح الخير باريش بيك. أي شو هالأناقة كلها هكا؟ ننقلك على شغل تاني؟ لا لا، أنا مرتاح هون. في عندك شي بده طباعة مشان أطبعه فورا؟ قال لي شو الأخبار؟ إذا عم تسأل مشان أصلي، والله مو منيحة، معصبة شوي. بعرف هالشي لأنه أنا سحبت كل أسلحتها. مشان هيك صار لك كم يوم ما عم تجي على البيت؟ أنا بفترة ما بتسمح لي أحكي معها كان. أول شي خليني أخلص شغلي هلأ. أخي خلص، مساك البنت من إيدها وحطها قدام خالتي وحطها تحت الأمر الواقع. بس يا هاكان، الشغلة مو بهالسهولة، لا تأكل هم أنت. يعني صادقة ما بدها شي غير تعملي من هالورقة نسختين. صباح الخير. شو صادقة مانا هون؟ لا، عطيني أنا بنسخ لك ياها إذا بدك. إيه بصير، تمام نسخ لي ياهون. يسلموا إيديك. بظن أنه جاني. لا لا، ما أنا جاني. طيب يلا، أنا بغرفتي. حبيبي باريش. نوران خانوم. باريش، شو وين خطيبتك؟ جبت لكم أخبار كتير حلوة. مو مهم مو مهم، خد هاي خليها معك وحل الموضوع بمعرفتك. شو هي الوثائق المتعلقة بالسيد ويلي؟ ملف ويلي كله، والله العظيم لا فتحته ولا بعرف شو فيه. انت تفحصه بما انك انبسطت فيه لهالدرجة، معناتها اكيد في شي مهم. كنت بعرف انه رح تفهمينا وتساعدينا. والله انا جبت لك يا مو لاني فهمتكم، بس لاني ما فهمت ويلي. عكل حال لك، ويلي رح يعمل اي شي لحتى ياخده منك. بعرف هالشي، انت لا تاكلي هم. منيح، يلا انتبه على حالك منيح. ايه اصلي طلعتي من البيت؟ صباح الخير باريش بيك. اصلي مو وقت التصبيح هلا، نوران جابت لي الوثائق المتعلقه بويلي. شو هذا خبر كتير حلو. شوفي شوفي، اخذنا الوثائق يا جول. وقفي شوي واسمعيني منيح بعدين انبسطي. ليكي رح نعمل حملة رح تنهي لويلي، بس يمكن يعمل أي شيء هالزلمة، لهيك أنا ما بدي إياك تروحي وتجي لحالك. رح خبر تيو لحتى هو يأخذك، وقولي لجول ما تطلع هي كمان. تمام؟ تمام تمام. عم أحكي عن جد أصلي. عم قلك تمام، شوفك بالمكتب. يعني خلصنا من ويلي هلأ؟ إيه والله، وأخيرا خلصنا يا جول. انت شو عم تعملي هون اصلي؟ ما قلت لك تعالي مع تيو؟ لا تبالغ كتير، خلص اجيت. لك اصلي شو مشكلتك؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ التقيت بامري الصبح عنا بالحاره بس ما صار شيء. شو يعني امري عندكم بالحاره؟ لك شو هالحكي اللي عم بتقولي اصلي؟ انا بعرف كل شيء باريش بيك، بعرف كل شيء. اذا في شيء اعمله مشان القضيه يا ريت تقلي، او خلينا نودع بعض هلا. منيحة أنت؟ ولا ليكون أمري هددك بشي؟ لا. قال لك شي أو عمل معك شي قلي لي أصلي يلا. يعني أنت شو خايف إنه يقلي مثلا؟ في شي ما بدك يعني أعرفه؟ أنت شو قصدك؟ ما بعرف شو في بعقلك، بس ما رح تضلي لحالك من هون ورايح، ما عاد تجي لحالك. باريش بيك، أنا ما عاد أجي لهون أبدا. نحن بالأساس اتفقنا هيك، رح نشتغل سوا لنخلص قضية ويلي وبعدين كل واحد بيروح بطريقه. تمام مفهوم، بس قضية ويلي لسه ما انتهت، يعني إذا أخذنا الوثائق ما بيعني إنه خلصنا من القضية. شوفي كيف رجاله عم بيروحوا ويجوا على كيفهم، وأساساً حاقدين علينا كتير. شو رح تعمل باريش بيك؟ يعني رح تخليني جنبك لآخر العمر وأنت تقلي خايف علي من رجال ويلي؟ انسيلي هدول الشغلات كلهم، عم قلك حياتك بخطر. أنت عم تنتقمي مني ولا شو؟ أي انتقام هاد؟ انتهى شغلنا وأنا رايحة، ما بقى بدي أشوف وشك. تمام أصلي، روحي اعملي اللي بدك إياه.
ايه ماشي، تتهنى انت وخطيبتك. من وين طلعت لي بقصة هالغيرة تبعها هلا؟ أصلي تيو لاقيها لأصلي بسرعة، حبسها ببيت بقارب بأي محل، لا تخليها تطلع لحالها. تمام تمام أستاذ، اهدى شوي، أنا كمان عم دق لها. خلاص هلأ بلاقيها، أنت ريح حالك. تمام ارجع خبرني، ناطرك. أوف شو كان رح يصير؟ شو كنتي متوقعة يعني؟ أنا ما كنت متوقعة يصير هيك. على مين عم كذب؟ كل مرة بغلط نفس الغلط، نفس الغلط. بس إلايدا شو؟ أوف. تيو وين أصلي؟ كيف يعني ما لها أثر؟ ما كانت عم ترد لا على اتصالاتي ولا على اتصالات جول، بس هلأ طلبتها من موقف التاكسي. لاقيها بأسرع وقت، بالي مشغول عليها كتير. ماشي، أول ما توصل بحاكيك. رح تجلطيني يا أصلي، وينك أنت؟ قليلي لأجي أخدك. للأسف ما عم تسمعك. قولك بقتلك بإيدي وبلا ما يرفلي جفن. وين أصلي؟ أنا قلتلك أنه راح أخده منك بس أنت ما صدقت. عملك وينه؟ أعطيني إياها. للأسف هلأ ما فيها تحكي لأنه هلأ هي بسابع نومة. راح أنصحك شو تعمل. أقعد مع حالك وفكر وبعدين احكي معي وعطيني الوثائق بكل سوء وخدها. كمان ما في داعي إلك، لا تتزاكى وتفكر تخبر الشرطة. يا جبان! ايه أنسة أصلي، لنشوف أنا وأنتي شو ناطرنا. خلي الكل يستنفر، أي حدا بتعرفه ممكن يفيدنا بتحكي معه. وراقب موبايل إيمري، دور على تاكسي أصلي وين ممكن تكون. كمان إيمري خطف أصلي. ما قولي خطفوه لأصلي؟ رح لاقيها، لا تاكل هم. روق واهدى، قلي وينك أنت. بالمكتب شي لأجي أخدك فورا؟ لا أنا طلعت، أنا بجي بأخدك. ماشي ناطرك، منخبر الشرطة؟ أوعك أوعك، وعيلتك كمان بلا ما تعرف. طيب لا تسوق السيارة وانت بهي الحالة، رح اجي اخدك. الو الو، يا الله شو هالمصيبة؟ شو عم يصير معك؟ شرطة شو؟ جول اسمعي، بدي اقول لك شيء بس بدي منك تمسكي اعصابك. ماشي؟ شو صار؟ قلي معلش. تقلي بالاول اهدي جول. امري خطفها لأصلي. شو جول؟ جول اهدي، بدي اياك تكوني قوية، امسكي اعصابك شوي، ما بدي حدا يحس على الموضوع ابدا. قعدي ارتاحي لشوف روقي كرمالي. بدنا كولونيا جول.
انت منيحة؟ لا ابدا، اصلي هلأ وين؟ اصلي ما صار لشي، هي منيحة هلأ رح نراقب امري ولا ايه؟ لا اصلي هلأ منجيبها. انا لازم امشي، انت عليكي قصة اهلها، لا تخبريهم ابدا شو صاير. جول يلا بعد 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 حبيبتي، شو صاير لك؟ قليلي. ما في اشي، بس وجع راسها شوية من الشمس. شو عملت لها لاختي؟ ها باربو شو هالحكي، لا تخليني عصبي، يعني شو بدي اعمل لها مثلا؟ اذا هي اختك فبتكون حبيبتي، عيب عليك. لا بقى تقول قدامي انه هي حبيبتك. لو سمحت اخي، هلا مو وقت هالحكي، مو شايفيني تعبانه؟ يلا تيو روح بسرعه، خبرني شو بصير معك، عم استناك. ماشي انت منيحه؟ ايه منيحه، فيك تروح. خير شو عم يصير؟ اصريتي كتير ليحكي معك، شو عطولي بيتركك هيك؟ اخي لو سمحت جيب لي كاسة لبن، حاسة ضغطي نزل، انا مو منيحة. يلا تكرم يا حبيبتي، ارتاحي. يا ربي دخيلك. اصلي حبيبتي، يا ربي دخيلك تحمي اصلي، يا رب دخيلك ترجع اصلي بخير وسلامة، يا رب يا رب ترجع. اصلي اصلي اصحي بقى، يلا قومي واشربي مي، لازم تفيقي بقى يلا. وقف على جنب انا رح استفرغ. خدي هذا كيس. اي انا ماني منيحه، واقف للاسف هلا ما فيني وقف. لوين بدك تاخدني؟ ما رح اذيكي لا تخافي، باخد الوثائق وبرجعك للمحامي. باريش بيك مستحيل يعطيك هالوثائق هي، يعني بالنسبة له الوثائق أغلى منك. طيب هيك أحسن إلي، بتضلي لإلي. شو أنا ملكك لضلني لإلك؟ من كل عقلك خطفتني مشان الوثائق، ما لقيت حالك تافه كتير يعني؟ أنتي ما بتخافي بنوب؟ أمري لك، أنا صار لي 3 سنين بشتغل بشوارع اسطنبول، يعني أنت هلأ خطفت الشخص الغلط. على كل حال مو أنا الشخص يلي لازم تهدديه، لازم محاميكي. أكيد باريش بيك هلأ بيكون عايش على أعصابه، زعلانة على المحامي ولا على حالك؟ أنا مو زعلانة على حدا. بدي أقلك شي بصراحة، قدرتي تتحملي هالمرة؟ يعني أنت كنتي بتعرفي بعلاقتهم قبل ما تجيبيلي الصور؟ أمري أنا بدي شم شوية هوا، وقف على جنب لو سمحت. أساساً ليش خايف مني بشوارع ما بعرف عنا شي؟ شو بدي طير مثلاً؟ إذا هربت بتمسكني فوراً. قدرت تعرف مكان أمري؟ لا لسه عم يدوروا، أول ما يعرفوا بيخبرونا، بس بعرف مكان ما أصلي صفي التاكسي، خلينا نروح لهنيك. أنا نصحتها قلت لها لا تروحي، بس راحت جكارة فيني. ليش بتعاندك وبتجاكرك لهالدرجة؟ ما بعرف. إيه ولا أنا بعرف، أكيد إمري قايل لها حكي بلا طعمة، بلكي مهددة، أنا متأكد إنه في سبب. طيب بلكي لأنه متصورين أنت وإيلايدا مثل المخطوبين، يمكن تكون اتضايقت. لا بتعرف إنه القصة كذبة. والله أنا ما بوثق بإيلايدا، قلبي حاسسني إنه راحت لعند أصلي وقالت لها حكي طالع نازل لهيك. بالأول خلينا نلاقيها وبعدين منفهم. أصلي خطفوها وهي مو باية. رح اقتله بايدي، دير بالك تتدخل فيني ابدا. اهدى. رح لاقيها لاصلي وبعدين خلص عليه. اهدى لا تضايق حالك اكثر، منلاقي اصلي ومنقتله سوا. هي اشاره من موبايل امري. وين هو؟ قريب من زكريا كوي، امشي. لازم اوصل بسرعه، ما رح اسمح له يعمل اي شيء سيء لاصلي. مستحيل حدا يفهمكن وخصوصي انتي، شوفيرة على تاكسي وبعدين فجأة محامي مثل باريش بيعرض عليك تكوني سائقته وبلا سبب، غريب. شو عرفك بالقصة انت؟ ليش مو هيك صار؟ صار او ما صار؟ بلا صار، غريب، محامي وغني ومحترم هيك فجأة بيلتقي فيكي
وبيعرض عليك تصيري سائقته؟ مع أنه ما كان بدك تشتغلي. لما التقيت بتيو كان عم يدور على شوفير، يعني ما في شي غريب بالقصة. تمام، بس تيو بيشتغل معه من 10 سنين. برأيك تيو أو باريش رح يعرضوا شغل على حدا ما بيعرفوه بالمرة؟ أساساً هن عرضوا علي الشغل بعد ما اختبروني. على كل حال أنت لا تتعذب وتفكر فيني. خلاص لو سمحت أمري وقف على جنب، بلكي أنا بحاجة لأدخل على الحمام، ما بيصير توقفني هيك. صحيح خاطفني بس كل شيء له حدود وأدب. رح نوصل، اصبري. حالتي ما بتسمح لي اصبر أكتر من هيك. فهمت، بكفي بقى. حاسسني قلبي عم تتحججي وتكذبي. ما حدا بيعرف وين نحن هلأ أبداً. فكري منيح ولا تعملي شيء، فهمتي؟ إذا فهمتي هزي براسك ولا تطلعي فيني هيك. بفهم منك ما رح توقف؟ يعني شو فيكي تعملي معي؟ هلأ بتعرف. شو عم تعملي؟ وقف! قلت لك وقف بس ما انك عم ترد. وقف! تستاهل أكثر. باريش مستحيل يسكت هلأ. رح يقلي حذرتك يا أصلي، بس أنتي عاندتي وجاكرتيني. أساساً كل يلي صار من تحت راسك أنت. يعني أنا صرت مجرمة؟ إذا صرت مجرمة رح كون بحاجة لباريش. أوف، يا ترى وين أنا؟ رح تدفعي الثمن غالي. بما انه بدك تلعبي فرح العب معك. لك شو هالمكان؟ اوف، يا ترى وين انا؟ معقول ما بلاقي حدا هون؟ تعالي لهون. امشي معي، انا فرجيكي عم تضربيني وتهربي. امشي، لا تعذبيني. اتركني، ما حدا رح يسمعك. حدا يساعدني. لا تتعذبي، ما حدا رح يسمعك هون. عني استاذ، الاشارة وقفت. يا اما ما بقى عنده شبكة او بيكون بشي مكان قريب من هون. شوف، مو هي سيارته؟ وقف خلينا نتأكد. عمهلك تيو، وين أصلي؟ وين راحت؟ لا تعصب استاذ، اهدى. انا متاكد انه هن قريبين من هالمكان. ولك ما فيني اهدى، اذا صار لشي والله بجن. شو هاد أصلي؟ اكيد ما رح يكونوا بعدوا كتير. اكيد رح نلاقيها، هي ما بتستسلم بهي السهوله. بعد هالمره مستحيل بعد عنها. ما بيهمني شو رح تقول خالتي ولا اي حدا تاني. أصلي، اتركني بقى أمري، ساعدوني. خلص بقى، عم قلك اسكتي ولا حرك. اهدى أستاذ، اتركني عليه. رح أقتلك بإيدي، رح خلص عليك. أستاذ أصلي، أصلي أنت منيحة؟ قليلي، عمل لك شي؟ خفت كتير عليكي، خفت كتير إني أخسرك. أنا منيحة، القصة مرقت على خير.
باريش بيك كسرت لي عظامي. آسف، القصة مرقت على خير وهذا هو المهم. كنت عم أقول أنا ما بقدر أعيش بلاكي، مستحيل بعد عنك. هالزلمة عم يضحك عليكم انتو التنتين. خلاص مرقت القصة، أنا منيحة لا تاكل همشي. كيف عرفت مكاني؟ استنفرت اسطنبول كلها مشانك. عن جد؟ ليش بالغتوا لهي الدرجة؟ ليش بالغنا؟ يعني يا أصلي بنفس اليوم انخطفتي مرتين وهلأ جاي عم بتقلي لي بالغنا؟ من كل عقلك عم تسألي؟ خطفني كرمال الوثائق، وإلا ما إلو معي شي بالمرة. خلينا نمشي من هون يلا. قديشك رجال وسخ، مفكر انه الناس لعبة بايديك وبتخطفهم وقت اللي بدك؟ انا ما خطفتها، اجت معي بارادتها، كان بدنا نروح مشوار. خلاص بقى لا تخليني عصب وابتلي فيك، انقبر اطلع. لا تحكي هذا الحكي الفاضي قدام باريش، احسن ما يخلص عليك. اطلع لشوف، حط رجلك جوا، حطهم يلا، ما بيعرف يعمل شي لحاله. شو بدنا نعمل مع إمري؟ بدنا نسلمه للشرطة؟ بدي أخذك على الدكتور بالأول لأطمن على وضعك. دكتور شو؟ ليش؟ أعملك لأطمن عليكي. أنا منيحة ما فيني شي. أي خلاص مثل ما بدك، لكن منحكي مع الدكتور وهو بيجي لعنا. ها اسمعني، جيت لهون تعذبت وساعدتني، شكراً كتير لألك، بس أنا برأيي روح على بيتك أنت وإمري، وخليني روح أنا على بيتي أحسن للكل. أنت شو عم تحكي أصلي؟ بعد كل شي صار مستحيل أتركك لحالك. صحيح كان معك حق بقصة الخطف وقت نصحتني، إمري هالمرة طلع أذكى منك، ما بقى في شي بيخوف لحتى ضلني معك. ريح حالك. أصلي أنت منيحة؟ بظن الشيء اللي شممك يا لساته مأثر عليكي، يعني لهلأ أنت ما عم تستوعبي الخطورة يلي أنت فيها. بالعكس أنا فهمانة كل شيء ومستوعبة كل يلي صار. خليني روح، تارك التاكسي مصفوفة بنص الطريق. بصراحة أنا مو مستغرب منك، وبعرف أنك رح تجني أكتر صح؟ وأكيد ما رح تردي على كلامي. أصلي أنت ناوية تجنيني شيء؟ شيناي خبري الشوفير يجهز السيارة. حاضر يا خانو. الليلي شو رح تلبسي؟ رايحة مكان رسمي؟ لا ما رح ألبس رسمي، رايحة أرسم لهم حدود ونختاري على هالأساس هذا. حاضر يا خانو. ليكي أصلي اسمعي، بالأول بدنا نروح النيابة لحتى تقدمي إفادتك، وكمان لازم تعرفي منيح شو بدك تحكي مشان إيمري التافه هالمرة ما عاد يطلع من السجن أبداً، وبعدين بتجي لعندي، بتضلي عندي لحتى نلاقي ولي. ما في أي اعتراض، إذا بتحكي كلمة واحدة بدي أعصب. وانسي لي قصة التاكسي، أنا بعتها للتاكسي وقلت لهم أنت ما رح تجي. بلشت تتملكني، واضح هالشي من حكيك. كيف بدي عاملك إذا على الحكي ما بتردي؟ لازم أتغير. بفهم من اليوم أنا بدي أمشي على كيفك مو هيك؟ ولك انت كيف لحد هلأ عم بتعانديني؟ ما حلك تخجلي على حالك؟ عفوا بس فهمني ليش بدي اخجل من حالي يعني؟ رح قلك، لأني نبهتك من إمري وما رديتي، وقلتلك لا تطلعي على التاكسي وما رديتي، شفتي كيف؟ رجعت انخطفتي؟ خلاص ما في داعي تبالغ أكتر.
ماشي أصلي، أنت الصح، كل الحق معك دائما. مسكي. أنا ما عم صدق أبداً يا أصلي، قديش هالرجال وسخ؟ شو الخطف بهالسهولة؟ كنتي كسري له راسه. مين قالك ما كسرت له راسه؟ ليكي جول، ما خبرتي عيلتي بيلي صار مو؟ لا أبداً، ما حدا عارف، الكل مبسوطين برجعة القهوة ولأنه أخذنا الوثائق، أنتي لا تاكليهم. طمنتيني بهالحكي منيح. أصلي، أنتي وينك هلأ؟ بدي إجي شوفك بعيوني واطمن عليكي إنك منيحة. لا حبيبتي ما في داعي، أنا قدمت إفاتي ورح أرجع البيت بعد شوي. ماشي حبيبتي طمنيني، عم استناكي. ماشي ما بتأخر عليكي. باريش بيك خليني روح على البيت، جبتني لهون إجباري، ما في داعي ضلني هون. حاجة تناقشيني، فوتي بقى. شو فكر أنا عايشة لحالي؟ أنا عندي عيلة وهنن فيهم يحموني. قلي أنا ليش بدي ضلني عندك لتحميني وفيني روح لعند بيت أهلي؟ قول. لأنه إذا بوصلك على البيت ما بعرف شو ممكن تساوي. بعتت تيو لعندك وما استفدت، رحتي طلعتي لحالك. إذا بيحكي معك ولي بتروحي فورا لعنده من دون ما تفكري. مو مهم هالحكي، بدك تحبسني عندك؟ عم تبالغ كتير. قلتي لي عم بالغ؟ إيه كتير عم تبالغ. خلاص قصة خطفي ومرقت، كمان أنت بدك تحبسني؟ كتير حلو، عم تقارنيني بالكلب كمان؟ لا تفسر على كيفك. خلاص أنا بدي روح على بيت أهلي. تعالي معي ولا تخليني أعصب أكتر. شو عم تعمل؟ بدك تفوتني إجباري عني؟ أصلي خلاص إجباري خليني عنك رح تفوتي. عن جد أنت بوعيك؟ ليش تركتي فيني عقل ووعي؟ بدك تاخدنا على كادرقة لعند قهوة بظن اسمها النحلة. تمام يا خانو. بعرفك بتحبي الشاي لهيك عم ساوي لك. خلينا نروح نقعد ونرتاح وبس نهدى شوي منقدر نحكي على رواق. لو سمحت لا تعاملني مثل الأولاد. إيه لكن لا تتصرفي مثل الأولاد. أنت حابسني ببيتك إجباري وبتقلي أولاد؟ إيه مثل الأولاد. معصبة مني وما بعرف ليش، وكل ما بحاول أقرب منك بتبعديني كمان ما بعرف ليش. بس أنا من حقي أني أعرف ليش هيك عم بتساوي. ما في سبب لتعرفه أساساً. لك حاجة تلعبي معي بقى. قلي لي يلا احكي لي كل شي لنتفاهم وبلكي هيك منخلص من عنادك على الآخر. ما عندي شي إلك يا ما بقى بدي يكون بحياتك ولا حتى بعلاقاتك. ليش أنت ما بدك تفهم وتحترم رأيي؟ يعني حياتي وعلاقاتي الاجتماعية هن المشكلة؟ ايه ليش علاقاتي الخاصة عم تزعجك يعني؟ وأنا شو دخلني بعلاقاتك؟ لا حول الله، امري بالسجن والوثائق يلي رح توقع ولي كمان معك. قلي بقى أنا شو شغلي هون؟ إذا بدك مني شي قلي مشان أعمله وروح. أي بدي، لازم نجهز ملف القضية تبع ولي، لازم نحضر الوراق سوا. ليش شايفني أنا محامية؟ لا مانك محامية، بس كل هاد بسبب عنادك. أنت ما بدك مفكرني مو فهمانة شو بدك تعمل؟ تبعتني من محكمة للتانية وبتوكلني بقصة ولي لندخله على السجن؟ قلي شو مفكر؟ مفكر بهالطريقة رح حب جامعتي؟ لا تعذب حالك، ما رح كمل دراستي. إذا بتخليني قاعدة عندك للصبح واشتغل بهالقضية ما رح أرجع على الجامعة. يعني فكر حالك بس أنت ذكي؟ أصلي استني، بعرف قديش زعلتك وقديش غلطت بحقك، ضغطت عليك كتير، بس أعطيني فرصة أخيرة لصلح كل شيء.
أنا ما فيني أعطيك ولا فرصة، خلص. أنت بدك ترجع على قصة الجامعة، وأنا أبداً مو مضطرة أسمع كلامك. كل واحد يشوف حياته. ما رح خليك تروحي. عن جد؟ كيف رح تمنعني؟ صار عندي فضول. يلا افتح لي الباب. شو ما عم تسمع؟ قلت لك ما رح خليك تروحي. تعالي قعدي هون، خلينا نتفاهم. ما عندي أي شيء لنحكي فيه. قافل كل الأبواب؟ إذا ما بتفتح الباب رح أكسر الإزازها. أعملي كل شيء بتقدري عليه. لا جنيتي على آخر. أنا جنيت بسببك أنت. عم تتدخل بكل تفاصيلي. كملي دراستك، لا تشتغلي على التاكسي، اعدي لنحكي مع بعض. بكفي بقى، أمي وأخي ما بيدخلوا فيني مثلك أنت. إيه خلينا نجرب. منخبر عائلتك ومنقول لهم أصلي ما رجعت على الجامعة بسببي، وأنه رح تضل تشتغل على التاكسي بدل ما تصير محامية، ومنقول لهم أنك انخطفتي لأنه ما بتردي علي. شو رأيك؟ قل لهم لا تسكت، لأنه ما ضل غير قصص عائلتي ما تدخلت فيها. ولا تنسى تقلن إنك حبسني ببيتك، وقت بيسألوك مين أنت قلن أنا مديرة السابق لهيك حبستها، وقلن إنه طردتها من الشغل بلا سبب، وقلن إنك ما اكتفيت بيلي عملته لهيك رجعت تخرب لي حياتي وما تخليني مبسوطة بأي شيء. أصلي كل شيء عملته لحتى أحميكي. إيه كتير منيح. يلا هلأ أحميني منك وخليني روح. ما بقدر. اللي تيو لحظة معلش ترجع تعيد. طلع قرار من المحكمة بإخلاء سبيل إيمري، هلأ طلع من السجن. اللي تيو كيف هيك تركوه؟ مو هالأساس اعتقلوه هنين؟ ورجاهن الفيديو وقت رحنا تسللنا على مزرعتن. قالن أنا بعرفها لأصلي ما خطفتها، بس كان صاير بيناتنا مشكلة. واحد تافه. ماشي تيو منحكي. ماشي. ألو شيرين، جيبي لي ملف ويلي والملفات المتعلقة بتبييض الأموال اللي عندي على البيت. معلش بدي عزبك معي، بس أنا ما رح يجي عشرك. تمام. باريش بيك لقيتوها لأصلي شي؟ عندي شغل ولازم خلصه، وما فيني خليكي بالقوة. انت حرة، ساوي اللي بدك اياه. شوفي أأمن مكان إليك وروحي عليه. ما بصير تحط كل الأوراق مع بعض. لازم نلاقي ويلي بالأول ليبيع إيمري ونخلص. أنت حرة، عملي اللي بدك يا، المهم لا تطلعي برا البيت. ممكن؟
تفاجأت لما قالي باريش بيك إنك انخطفتي، وخفت كتير عليكي والله. لا تخافي شيرين، الرجال يلي بده يأذيني لسه ما خلق. ما شاء الله قلبك قوي وما بتخافي أبدا. باريش بيك، إذا بدك تأكد إذا في شي ناقص. لازم نلاقي ولي يا شيرين، وما رح نقدر إلا عن طريق أمري. إيه أصلي أنت عندي عقل ولا تتدخلي، أمري طلع من السجن، باريش بيك بحل الموضوع، أنت لا تطلعي من هون. شكرا شيرين. بما أنه أمري بده هاي الوثائق فمعناها أكيد فيها شيء كتير خطير، ما في داعي تلعبي دور الجاسوسة بالشوارع. معك حق باريش بيك، سبق وتخلى أمري عن ولي، يعني أكيد في سبب تاني لحتى بده هالوثائق. مثل شو؟ مثل ابتزاز ولي. لهيك إذا منلاقي ولي ومنخليه يحكي بيكون أحسن لألنا. فهمت عليكي. وبلكي كان ويلي وأمري متفقين لهلأ. قلي لي شو ممكن يصير إذا رجعتي وقعتي بفخه لهالواطي؟ وإنت معك حق. لكن لازم أرجع أنا على المكتب، وإنتوا إذا بدكن أي شيء احكوا معي فوراً. إيه؟ هيك لكن يا ويلي، لعمة كيف عمل هيك؟ والله شي ما بيتصدق. لعمة على أساس ما بدك تشوفي الأوراق؟ ومين قالك إني جاية لشوفهم؟ كنت عم دور على مكان فاضي لحط الصحن فيه. شفت كل هاي الأوراق، ما في شي بيتعلق بأمري. قلتلك ما رديت، ضيعت وقتنا. معك حق أصلي، بعرف هالحكي. طب قليلي شو بتقترحي نعمل؟ والله هاي مو شغلتي، أنت المحامي هون. أنا بدي أطبخ، بعمل لك شي معي؟ لا لا، أنت بتطبخي شغلات غريبة، خليني بطبخ لحالي. بطبخ شغلات غريبة؟ أنت بتاكل حشرات وأكلات غريبة وهلأ مستغرب من الفاصوليا تبعي؟ ليش بتعرفي تطبخي فاصوليا؟ عفواً، نسيت إنك بتعرفي تعملي كل شيء. تماماً، بعرف أعمل كل شيء. إيه كتير منيح، أرجينا الفاصولية لك. رح أطبخ.
فاصوليا بالقطرميز مشان قليلين المروة. هيك بتنجرحي. أنا بفتحه. خلي الغطا معك. كان رح يفتح معي. عفواً بس ذكرني أنا أيمت عملت لك أكل غريب آه؟ إذا كان قصدك عن العجة فأنت حتى ما اطلعت فيها، وإذا كان قصدك على الأومليت فكان طعمه بشهي. إيه إيه بتذكر صح، كان بشهي لأنه ساويتي كرمالي. عفواً مو مشكلة. بالمناسبة ما عملته كرمالك لأنك فقت الصبح وكان عندك شغل وكنت جوعان، لهيك عملت لك يا. لما كنتي بالمدرسة كنتي تضربي الأولاد اللي بتحبيهم؟ شو ذكرك هلأ بالمدرسة آه؟ ما بعرف بس عم تتصرفي مثل الأولاد. أفكرة أنت يلي عم تتصرف مثل الأولاد، بتحب تكون كل الشغلات لإلك. ليش عم تحكي حكي بلا طعمة؟ ها لا تواخذني، وين في بنت مجنونة وبالعقل وعنيدة وما بتفكر تطلع من حياة باريش بوكا؟ معقول هالحكي؟ مو هيك؟ بعرف انك معصبة مني بس لا تتجاوزي حدودك. اي اي اه اعمالك وقت بيكون بدك شي من فوق طلبي مني. شو رأيك ما تحبسني بالبيت بيكون احسن، او بتلاقي حل لقصة امري وبعدها بتطلع من حياتي. بدك اطلع من حياتك؟ ايه تمام، منخلص من إيمري وبطلع من حياتك. إذا لقيت لك دليل إنه هو مذنب رح تطلع من حياتي مو هيك؟ إيه كأنه عم نتسابق. تمام منيحك، وإذا لقيت الدليل قبلك بوقت رح تبطلي تتصرفي مثل المجنونة. أنا اللي عم بتصرف مثل المجنونة؟ كل حركاتك على الفاضي وما للزوم، وحاجة بقى تعذبيني أكتر من هيك. يلي عم تحكي عنه هذا اختصاصك. ما عجبك يلي سمعته مو؟ ما فيك تلعب بمشاعر الناس وبعدين تستنى منهم يتصرفوا كأنه ما في شي، على طول بتهرب. أنا ليش مستغربة؟ بدك تعرف كل شي عني وكل تفاصيلي، بس إذا بسألك سؤال بيخصك فوراً بتهرب. بكفي أصلي حاجة. أستاذ وين انتو؟ استاذ كنا عم ندور عليه لحاله اجى لعنا. شو ما في حدا هون؟ شو صاير هون؟ كنا عم نطبخ. مو جوعانين؟ صاير معكم شي؟ مين اجى لعندك؟ مين قصدك؟ قصده ويلي بيك. ويلي بيك سكر وبعدين لقوه غفيان كان نايم بحديقة كادرقة. الرجال حالته صعبة كتير، تعبان، بيضل يقول نفس الحكي إنه نوران دمرته وضحكت عليه، ما عنده غير هالكلام. جبته معك؟ ايه بالسيارة، نايم لهيك ما نزلته. امشي معي. ايه يلا. خليني ضمك بالأول، اشتقت لك. الحمد لله. قلي لي شو هالحالة؟ شو بدي قلك، هالرجال جنني.
وحابسني بالبيت وما بيخليني أطلع. كتير حلو هيك إنه عم بيخاف عليكي. أكيد باريش جن لأنك انخطفتي. هو مو بس جن كرمال هيك، أساساً مجنون. ما فهمت قصدك. تعالي لفرجيكي بعيونك. خير أستاذ، صاير معك شي؟ عم تتصرف مثل المجانين. ما فهمت كيف يعني؟ يعني بعد كل يلي صار معنا ما بقدر اتراجع. زعلت كتير وانضغطت مني وما عاد بدي ياني. ما بعرف شو بدي أعمل معها. عم حاول بكل الطرق بس كله على الفاضي. وانت حدا كتير صعب وطبعك غريب، يعني شو متوقع البنت اللي بدك تحبها تكون سهلة مثلا؟ بس برأيي خليك عم تحاول. ولي بيك؟ ولي بيك؟ هذا مو نايم، شكله ميت. يلا قوم خلصني قوم. اصحى اصحى. يلا. قديش شربان معناتها؟ اوف. يا سلام. اي الليلي، من وين جبتي هالصور؟ جبتهم من امري. أصلي ليش ما بتفكري بلكي هاي الصور مفبركة ليضحكوا عليكي؟ سألتي باريش عن هالصور؟ لا مو لهالدرجة، بصفاته شو بدي أسأله؟ عادي الله يسعدهم، المهم ما أشوفهم قدامي. أخ يعني كسرتي المطبخ بسبب هاي الصور لأنك عصبتي؟ مو معقولة. أنتي أنا وين وأنتي وين جول؟ اسكتي.